بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعو ومشاهدو قناة حلب اليوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نتابع معكم في هذه السلسلة، سلسلة فكر وثورة، ونتابع الحديث الذي بدأناه في اللقاء السابق عن خصائص وأصول ومبادئ نظام الحكم في الإسلام أو خصائص وشكل الدولة الإسلامية. طبعا كان حديثنا واضحا أننا نتكلم عن الدولة الإسلامية في صورتها المثالية أو في صورتها الكاملة أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاه. كان حديثنا في اللقاء السابق عن خاصية الشورى، وأخذنا فكرة عن ماهية الشورى وآلية تطبيقها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ورجحنا أن الشورى ملزمة للإمام، أنه ملزم أن يعمل برأي أهل الشورى، وبالذات في القضايا الخطيرة والقضايا المصيرية. وعرفنا أن بيعة الراشدين الأربعة رضي الله عنهم إنما كانت من خلال أهل الحل والعقد، وهم أصحاب السلطة ابتداء في نصب هذا الإمام أو هذا الخليفة. وانتهينا إلى أن الصورة الصحيحة هي هذه التي كانت في عهد الراشدين، أو تلك الطريقة التي تم بها نصب الإمام في زمان الراشدين، وأن ما عداها من صور جاءت فيما بعد، سواء كان في ذلك الحديث عن ولاية العهد أو ولاية المتغلب، أن هذه اجتهادات استثنائية كانت مقرونة بظروف استثنائية قال بها الفقهاء في زمانهم، درى لمفسدة ربما قدروا أنها أكبر من مفسدة أخرى، والله أعلم، لكنها ليست هي الصورة المثالية ولا الصحيحة في الأحوال العادية، والله أعلم. هناك خصائص أخرى كثيرة، وربما نجد أنفسنا مضطرين أن نقارن، للأسف أقول أن نقارن بين بعض الخصائص التي استنبطها الفقهاء من النظام السياسي الإسلامي أو من الدولة الإسلامية الأولى، وبين ما هو متعارف في أنظمة وضعية أخرى، لا لأننا نريد أن نأخذ عنهم، ولكن لنبين فعلا ونقارن أولا، ونبين أن الدولة الإسلامية سبقت هذه الأنظمة المختلفة في الشرق والغرب بتقرير مبادئ الدولة العادلة الراشدة. من القضايا التي تعارفها البشر في النظم الوضعية الحديثة مبدأ الفصل بين السلطات، والمقصود بهذا الفصل بين السلطة التشريعية كما يسمونها، أو لنقول السلطة التقنينية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية. وإنما انتهى البشر إلى تقرير هذا المبدأ لأنهم أدركوا أنه إذا لم يتم الفصل بين هذه السلطات سينتهي الأمر إلى تركيز السلطات بيد جهة واحدة، وأنه سينتهي إلى الاستبداد. السؤال إلى أي مدى روعي أو يراعى هذا المبدأ في الدولة الإسلامية؟ باختصار نقول يا إخوة، وبما يسمح به الوقت، إن هذا المبدأ كان مرعيا بما يمنع فعلا أن ينتهي الأمر إلى الاستبداد. وللتوضيح نقول، في الدولة الإسلامية جهاز تنفيذي أو سلطة تنفيذية يرأسها رأس الدولة أمير المؤمنين أو خليفة المسلمين، وهناك جهاز قضائي، صحيح أن الإمام أو الخليفة يعين القاضي أو أعوان القاضي، لكن هذا الإمام أو الخليفة أو الأمير أو الولاة، كل هؤلاء سيخضعون في النهاية لحكم القضاء الإسلامي عند اللزوم، وليس لهم أن يتمردوا على هذا القضاء. هناك أيضا ما يسمى السلطة التقنينية أو التشريعية، مع التحفظ على هذه التسمية، هذه تقابل عندنا سلطة مجلس أهل الشورى أو مجلس أهل الحل والعقد. إخواننا، باختصار، ليس هناك تداخل، بمعنى أن للسلطة القضائية استقلالها، بمعنى أنها عند اللزوم تحاكم الخليفة، وقد حصل،
وعند اللزوم تحاكم الولاة وقد حصل، وعند اللزوم تحاكم قضاة الجيش وقد حصل، وقد يكون الحكم على واحد من هؤلاء وعليهم أن يلتزموا. إذن هذه واحدة. القضية الثانية إخواننا يبقى أن يقال أن هناك شيء من التداخل بين سلطة مجلس أهل الحل والعقد أو سلطة مجلس الشورى ورأس السلطة التنفيذية الذي هو الإمام الأعلى أو إمام المسلمين أو أمير المؤمنين أو الخليفة كما يسمى، من حيث أن الخليفة في الأصل هو واحد من أهل الاجتهاد، وبالتالي هو واحد من أهل الحل والعقد، لكن لا يعني هذا أبدا بحال من الأحوال أنه يستبد برأيه. وقد رجحنا قبل ذلك أن الشورى ملزمة للإمام في القضايا الكبرى والخطيرة والمصيرية، وبالتالي نعم هو واحد من أهل الحل والعقد، هو واحد من أهل الشورى، لكنه لا يستبد برأيه ولا يفرض رأيه على أهل الشورى. إذن معنى ذلك أن قضية الخوف من الاستبداد لا محل لها في الدولة الإسلامية الراشدة. ونتكلم مرة ثانية عن الدولة الإسلامية الراشدة لأننا نعتقد أنها هي الصورة الصحيحة، وهي الصورة التي ينبغي أن تسعى الأمة إلى إقامتها ثانية بإذن الله تعالى. من الخصائص التي تذكر هنا رعاية حق المواطنة للجميع، بمعنى أن جميع أفراد ورعايا الدولة الإسلامية هم مواطنون متساوون في مبدأ المواطنة أو في حق المواطنة. لا يعني هذا أخواننا أننا نتنازل عن شيء من ديننا أو عقيدتنا أو مبادئنا أبدا، لكن هذا الإنسان كمواطن يعيش في هذه الدولة له حقوق المواطنة، هذا أمر مكفول. وليس عندنا أخواننا اختلاف في درجة المواطنين، بمعنى أن الجميع في هذه الحقوق من هذه الحيثية شركاء، وهذا أخواننا ما نطقت به الاتفاقيات، سواء إذا أتينا إلى دولة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتى إلى المدينة المنورة وكان فيها يهود قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قبل أن يقيم دولته عليه الصلاة والسلام، ألم يعتبرهم مواطنين في الدولة الإسلامية؟ ألم يكلفهم بتبعات كونهم مواطنين في هذه الدولة؟ إلا عندما غدروا عوقبوا بسبب غدرهم وليس بسبب أنه ينتقص من حق المواطنة هذا. بل رأينا أخواننا نماذج تدل على هذا أو تؤكد هذا، يعني حصلت أو ظهرت فيما بعد لما بدأ المسلمون بالفتوحات وفتحت البلاد وتمت عقود الذمة مع كثيرين من أهالي البلاد المفتوحة، كانت تنص هذه العقود على أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ماذا تعني هذه العبارات أو هذه الاتفاقيات إلا أن تكون مقررة لحق المواطنة لهؤلاء؟ خذ من النماذج التي تدل على هذا، عندما رأى عمر رضي الله عنه شيخا كبيرا أو رجلا كبيرا من أهل الذمة يتسول يسأل، فأتى به ليعرف لماذا يسأل أو يتسول، فتبين أن الرجل لا يستطيع دفع الجزية، فجاء به عمر رضي الله عنه أعفاه من الجزية، أسقط عنه الجزية وصرف له راتبا أو عطاء من بيت مال المسلمين باعتباره مواطن، وباعتبار أن أمير المؤمنين مسؤول عن هؤلاء المواطنين عندما ينتهي أمثال هؤلاء إلى حالة لا يجدون فيها لقمة العيش. كيف لا يا إخوة، وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يعتبر نفسه مسؤولة حتى عن بغلة، لو أن بغلة على شط الفرات عثرت لسئلت عنها لما لم أسوي لها الطريق. من الخصائص التي تذكر هنا مبدأ العدالة والمساواة. طبعا لا نقصد هنا أخواننا المساواة في قضية الدين، نحن أمرنا أن نقر غير المسلمين على دينهم وما يعتقدون، لكن ما عدا ذلك مبدأ المساواة مرعي، بمعنى المساواة في الحقوق، الحقوق الشخصية، الحقوق المالية، وحقوق أخرى ستأتي أو يأتي الحديث عنها. بل إن المسلمين حققوا العدل والإنصاف مع غير المسلمين. متى كان القبطي يحلم أن يأخذ حقه وقد ألهبت ظهره سياط الرومان قبل ذلك؟ لكنه في ظل دولة الإسلام استطاع القبطي أن يركب من مصر إلى المدينة ليطالب بالقصاص،
وقد حصل. والقصاص ممن؟ من ابن أمير مصر من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حتى قال عمر رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ بل إن عمر رضي الله عنه يعلم الرعية كيف يطالبون بحقوقهم، يقول: إني لا أبعث عمالي ليأخذوا أموالكم ولا ليضربوا أبشاركم، فمن فعل به ذلك فليوافني بالموسم. فإذا تحقق العدل والإنصاف في ظل دولة الإسلام للمسلمين ولغير المسلمين، وربما حكم قاضي المسلمين على جيش المسلمين في بعض المواقع كما حصل مع أهل سمرقند. من المبادئ أو الخصائص التي تذكر هنا مبدأ أو خاصية حماية الحقوق والحريات الشخصية والعقدية. الحريات الشخصية يعني المتعارف الآن: الإقامة، التنقل، السكن، العمل وما إلى ذلك. كل هذه يا إخوة مرعية لجميع المواطنين في الدولة الإسلامية، سواء كانوا مسلمين أو حتى غير مسلمين. لكن هذه يا إخوة تقيد بقيد آخر موجود في كل الدول: أن لا يخل هؤلاء بالنظام العام، أن لا يخلوا بمقتضيات حفظ النظام العام، وهذا حق لكل دولة أن تقرره. وبالتالي إخواننا نحن نرعى لهؤلاء هذه الحريات الشخصية بما لا يمس النظام العام أو حفظ الأمن، بما لا يؤدي إلى خيانة أو غدر، لأنه هذا ينقض إخواننا أصل مبدأ المواطنة. السؤال الأهم عن الحرية العقدية: أليس قد قرر الإسلام لهؤلاء حرية الدين، حرية العقيدة، حرية أن يبقوا على دينهم ومعتقدهم؟ هذا أخوانا قاعدة شرعية مستخلصة من قول الله تعالى: لا إكراه في الدين، من قول الله تعالى: وما أنت بمكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إذن أخوانا هذه قضية أساسية، نحن لا نقاتل الكافر لكفره، هذا الراجح عند علمائنا المحققين، أن الكافر لا يقاتل أو لا يقتل لكفره أو لمجرد كفره، إنما يقاتل أو يقتل لعدوانه وحرابته. والآيات في ذلك واضحة، الله تعالى يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إذا نقاتل من اعتدى، لا نتجاوز إخواننا إلى غير المعتدي. فإذا الحرية العقدية لمواطني الدولة الإسلامية من غير المسلمين أيضا هي مكفولة في ظل الدولة الإسلامية، وتأكد هذا بعقود الذمة، وتأكد هذا بهؤلاء الذين كانوا في بلاد المسلمين أو في هذه البلاد يوم أن فتحها المسلمون، وظلوا أو ظل كثير منهم على دينه ومعتقده إلى يومنا هذا. هذا فقط إخواننا يقيد بقيد أن لا ينتهي الأمر إلى الإخلال بالأمن العام والنظام العام لهذه الدولة الإسلامية. ما عدا ذلك يمكن أن يكون حوار مع هؤلاء، يمكن أن يكون نقاش، يمكن أن يكون دعوة لهؤلاء. لا يسمح لهم أن يشوشوا أو يشوهوا أو يلبسوا على الناس دينهم، لكن في إطار الحوار الله تعالى أمرنا، قال: وجادلهم بالتي هي أحسن، قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. من الخصائص التي تذكر أيضا خاصية أو مبدأ الرقابة. من الذي يمارس هذا الدور في الأمة الإسلامية؟ إخواننا دور الرقابة حق لكل فرد مسلم في الأمة، لكنه يتعين على طائفة من الأمة هي أهل الحل والعقد أو أهل الشورى، باعتبار أن عليهم مسؤولية أكبر، باعتبار أن هؤلاء هم أصحاب الصلاحية في نصب الإمام وعزل الإمام عند اللزوم إذا احتاج الأمر، إذا أخل هذا الإمام بمقتضيات هذه البيعة أو هذا العقد. أخوانا الرقابة ابتداء لكل فرد مسلم، وهذا ما حصل، بل إن الخلفاء الأوائل هم الذين علموا الناس هذا المبدأ. لما يقول أبو بكر رضي الله عنه: إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فقوموني. لما يقول عمر رضي الله عنه مقولته التي ذكرناها قبل قليل، هو يعلم الناس مبدأ الرقابة هذا. لما يقف إنسان يرد على عمر رضي الله عنه وهو على المنبر، هذا أخواننا كله مبدأ الرقابة. لما يقف واحد من عرض الناس يرد على عبد الملك ابن مروان وقد جعل خطبة العيد قبل صلاة العيد، هذا كله أخواننا تحقيق لمبدأ الرقابة.
لما يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما يرشدنا إلى قول كلمة الحق أمام الحاكم الظالم، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. كل هذا أخوانا تقرير لمبدأ الرقابة. لكن لو فرضنا أن الأمة قصرت في مبدأ الرقابة هذا، يتعين هذا الواجب على أهل الحل والعقد، وهم أصحاب السلطة الحقيقية في الأمة، لأنهم هم الذين نصبوا الإمام، وبالتالي هم الذين يراقبون الإمام ويحاسبون الإمام، وبالتالي فإنهم هم الذين يعزلون هذا الإمام أو هذا الحاكم عند الحاجة، إذا وجدوا أنه قد أخل بمقتضيات عقد الإمامة هذا، والله أعلم. بقي أن نشير إلى خاصية هامة، وهي خاصية المرونة في فقه السياسة الشرعية في الدولة الإسلامية، وهذا باب واسع، لكن أريد أن أشير إشارة سريعة، ولعله يكون لنا عودة إلى هذا الموضوع في لقاءات أخرى. القضية يا أخوة باختصار أن هناك قضايا تحتاج إلى اجتهاد، وهي أيضا قضايا اجتهادية، بمعنى أنها ليست مسائل قطعية، وعندما نقول إنها قضايا اجتهادية فهي تحتمل الاختلاف، وعندما نقول تحتمل الاختلاف فليس لأحد أن يعتبر أن رأيه فقط هو الصواب وأن ما عداه هو الباطل، بمعنى أنه ليس لأحد أن يحتكر الصواب في هذه المسائل الاجتهادية. أخواننا، المرونة في السياسة الشرعية تعطي للإمام أو للحاكم المسلم هامشا من الاجتهاد في تقدير بعض القضايا، وخصوصا القضايا المستجدة أو القضايا التي تتعارض فيها المصالح والمفاسد أو تتعارض فيها مفاسد، وبالتالي للإمام أو للحاكم المسلم أن يقدر ويوازن بين هذه القضايا. ومما يذكر هنا كمثال يا إخوة على هذا المبدأ، ما نقل من عدد من الاجتهادات عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان من أوائل من عمل بفقه السياسة الشرعية، أو لنقل من أوائل من أصل لفقه السياسة الشرعية، فكانت هذه المسائل وهذه الشواهد المنقولة عنه كانت أساسا ومستندا ودليلا لفقه السياسة الشرعية الذي عرف فيما بعد. مثلا عمر رضي الله عنه يجتهد فيوقف الحد في عام المجاعة. لماذا؟ رأى عمر رضي الله عنه أن هذه شبهة عامة كافية لدرء الحد، أن هذه الظروف الاستثنائية لا يناسبها الآن إقامة الحد، وهذا اجتهاد منه وموازنة أقره عليه سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. اجتهاد عمر رضي الله عنه في أراضي العراق مع أنها غنيمة، لم يرضى عمر رضي الله عنه أن يوزعها، لأنه قدر أن توزيع هذه الأراضي سينتهي إلى تعطيل الجهاد، وسينتهي أيضا إلى تعطيل المردود الزراعي، فكان اجتهاده وهو بحاجة إلى موارد مستمرة للدولة الإسلامية أن تبقى هذه الأراضي في أيدي أصحابها يعملون بها ويدفعون الخراج لبيت المال، ثم يدفع هو عطاء لهؤلاء المجاهدين، ويستمر هؤلاء المجاهدون في جهادهم، ويتحقق مورد دائم للدولة الإسلامية يغطي منه عمر رضي الله عنه حاجات الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام والعجزة، وكان هذا نوعا من اجتهاد السياسة الشرعية. اجتهاد عمر رضي الله عنه في مسألة منع الزواج من الكتابيات، لأنه قد خشي الفتنة على بنات المسلمين. لا نقول إن عمر رضي الله عنه خالف نصا شرعيا أو عطل حكما شرعيا، ولكنه يوازن بين مفسدة ومفسدة، أو يخشى من مفسدة يقدر أنها أكبر من مفسدة أخرى، فهذا نوع من الاجتهاد. باختصار أخواننا، هناك مرونة في فقه السياسة الشرعية، لكن ينبغي أن تكون أيضا خاضعة لقواعد الشريعة ومقاصدها. وصلنا وإياكم أيها الإخوة إلى نهاية هذا اللقاء، وعلى أمل اللقاء بكم في لقاء قادم إن شاء الله. نحييكم ونستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.